وي اختي بغيت غير نغوت تويك ويك عباد الله اللي خلاتها هذيك حتى هي. المهم اختي واحد الجو راه تل هنا خلقنا الشتا يا اختي الشتا ما بغاتش توقف. المهم اختي الله يعطيها النقد النفع يا ربي العالمين. المهم اختي بغاتش المهم الناس اللي في المناطق اخرى اللي انا كنتواصل معاهم داكشي عندهم اختي الشمس سلا سلاسل الايام الشتا وحنايا الكبيده يا اختي الشتا ما بغاتش يا اختي توقف. انا غادي نوريها لكم دائما الله يعطيها النقد النفع هاد المناطق اللي فيهم يا اختي الشتا وكتكون فيهم الخضوره العام كامل فيهم المساوئ وفيهم الايجابيات والسلبيات. الايجابيات كيكون هو مبرد الجو مبرد الطبيعه والخضوره يا اختي وعندك فين تخرجي وتفوجي وتدي شي قهوه بحال هكذا ومسيمنه وتجلسي يا اختي كاين فين 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 تخرجي وتفوجي وبحال هكذا الا بغيتي ديري شي مثلا تبغي تمشي تشوي ولا شي حاجه كاين يا اختي فين تخرجي كتبردي قلبك يا اختي على بالخضوره والطبيعه. ولكن السلبيات اختي نقص في الفيتامين دي نقص في الفيتامين سي ضروري يا اختي خصك منهم. علاش؟ لان ملي كيكون نقص الفيتامين دي ضروري يا اختي كيجيك الاكتئاب كيجيك واحد الغمه كيهبط لك المورال كيصبح بنادم مخسر زعما لا اله الا الله محمد رسول الله واش غنديروا. المهم انا غادي نشارك معك واحد الحاجه اللي كنهضر عليها الدكتور مش حال هذه. شوفي بنتي ها مالك حشمتي اجي اجي سلمي على المتتبعات هي كنسلم عليكم محشمنا. المهم شريت واحد ديك العش ديال النحل اللي كنهضر عليها الدكتور الفايد فسميتو قال لك راها مزيانه انا غادي نوريها لكم اختي وبشحال شريتها. المهم انا غادي نوريها لكم ونشاركها معكم وغادي نهضر لكم على واحد الحاجه اخرى اللي صراحه ندمت لي شريتها وما غنبقاش اختي نشريها وغادي نبدلها بحاجه اخرى. خليكم معايا ما تصابيوش. عقلتوا على هذا اللي كنت كنشارك معكم دائما كنبارطاجي معكم وكنقول لكم راه زوين وكنشريوه دائما كنت كنشريه دائما وكنشربو. هذه دابا شي 3 سنين وانا صراحه كنشربو غزال واعر صراحه ميلتي سيترون صراحه ماركه زوينه وفيها بزاف ديال الفيتامينات وكتعطي الحيويه والطاقه وكتخليك مزيان وكتطلع المورال. ولكن اختي بدلو فيها انا هذا اللون الاحمر ديك المره فاش شريتو راه كنت قلت لكم في واحد الفيديو السابق بان راه بدلوه وما حتىش نزادو فيها. المهم هو اصلا ديال العيال حتى هو راه كنت ديك النهار شاركت معكم وقلت لكم خاص العظام خاص البشره وخاص حتى هنايا كاين زعما الحيويه والنشاط. ولكن اختي المهم دابا هذه فيها 90 حبه راني بديت كنشربو بقى غير 30 حبه هنا تقريبا يعني تقريبا شي شهر غتكمل اختي ما غنبقاش نشريها كنشربها ما كدير لي والو ما دارت لي حتى حاجه. العام اللي فات اللي كنت شريت بحال هذه وهنايا كانت صفر هاد الكولور كان صفر كنت كنشرب حبه ما عارفين بان الناس اللي فيهم الانيميا بحالي انا والناس اللي ساكن بحال هاد المناطق هادو اللي قلت لكم اللي ما فيهم لا فيتامين دي لا شمس لا والو يعني ما كنخرجوش بزاف لان الشتا بحال هكا ما كتخليكش تخرجي واخا الناس راهم كيخرجوا ولكن انا ما كنخرج. حنا مع رمضان كنصبحوا فاشلين صايمين ما واكلينش يعني واخا كلينا في الليل يعني بنادم كيشبع صراحه ما حسناش بالجوع بزاف. ولكن الناس اللي فيهم فقد الدم بحالي يعني انا بعدا ما درت ليه والو كنشربها ما كنحس بحالي الا ما كنشرب والو كنصحى الصبح غير سخانه بحالي الا ما درت حتى شي حاجه كنت كنشربها مع الفطور. دابا انا كنصور معكم الفيديو اخر نهار في رمضان ياك. ولكن اختي غادي نكملها حيت هذه فيها 90 حبه كما قلت لكم ها هي اختي 90 حبه 3 شهور يعني 90 حبه 3 شهور ب 30 اورو كنشريها من كاريفور. اللي سولتني واحد السيده ملي كتشريها كنشريها اختي من كاريفور ياك. فاش مشيت نسخر من ليدل هاد الايامات هذه وانا نلقى هاد خليه الريال عش ديال النحل اللي كيهضر عليه الدكتور الفايد يعني داك العش ديال النحل زوين هنايا مكتوبه فيه المغنيسيوم وزوين الصراحه وفيه الفيتامينات وفيه كلشي يعني فيه الفيتامين سي وفيه هنايا الفيتامين سي وفيه حتى داك الزعتر وفيه الفيتامين ال
وفيه الاسيد و... كنت كتسولني بنتي على شي حاجه. المهم هذا راني لقيتو في الليدل وشربته صراحه. شنو نقول لكم؟ هذا سين سكر، راه مكتوب هنايا سين سكر، ها هو العش ديال النحل. وهنايا ما عرفتش صراحه، انا ما عرفتش شنو هنايا مكتوب فيه، يعني ما عرفتش شنو كاين فيه. المهم هذا الخاص بالهنا مصاوب باش يعطيك الانرجي، يعني نهار كامل كنشربو كنعاون به هذا، باش الصراحه يعني يعطيني الانرجي ما نبقاش سخفانه مع رمضان وكلشي. انا غادي نشاركو معكم وغتشوفوا شنو فيه. فيه 10 ديال القريعات، صراحه حلو زوين صراحه، بحال الحلوه ديال العسل ياكم. ها هو كيجي بحال هكا، كيجي بحال هكا، فيه 10 شتو 10 ديال الحبات. راه باش تعرفوا انا ديجا راني كملت النص، واليوم شربت وحده، باقي ليا هنايا 4 ايام القريعه ديالو ديال الزاج. صراحه كنشربو ها هي القريعه ديالو ديال الزاج، حلو كنشربو مع الماء، كنعمرو واحد النص ديال الكاس ديال الماء كنخلطو فيه وكنشرب بها هذيك الباستيه باش كنعاون بها ياك، كيعطي لي انرجي. ولكن اختي في اللي ملي كنشربو راه كنصبح عرقانه عرقانه عرقانه، في واحد العرق وواحد الصاد ما نعاودلكمش. ما عرفتش حيت ما غير كنشربو وكنفطرو وكننعسو، لان حنا كنصومو غير كناكلو وكان ما عندنا فين نخرجو. يعني خاصك تشربيه مثلا وتعطيه مثلا تخرجي بيه باش يبقى يعطيك الانرجي. انا واقيلا غير كنشربو كنعس، يعني ما كنحرقش باش ما عرفتش كيرجع لي على الداتيله بالحراره. المهم ما علينا، انا وريت لكم هذا، هو الصراحه زوين زوين، هو الصراحه زوين، كي فيق شويه، ولكن اختي راه كيعطيني واحد الحراره في الجسم ديالي ما نقول لكمش. انا راه فوق 40 سنه، يعني انا شريته هذا غير باش نجربه الصراحه، لان دائما الدكتور فايد كيهضر على شريو عش النحل زوين، خليات النحل زوين زوين، كيصفي كيفعل كيترك كيعطيك الانرجي كي هادي. انا اختي لقيتو وشريته في 600 غرام، يعني 10 ديال القريعات. صراحه فيه فيتامينات، فيه فيتامين بي 6، وفيه المهم فيه الزعتر، فيه راه كيتباع في الليدل بخمسة ديال الاورو. المهم انا جربته وغادي نكمل هذا الشيء وغادي نشوف شي حاجه اخرى باش غادي نبدل بها اختي هذا ما باقيش اختي نشريه، ما دار لي حتى لعبه. انا راه بليك انا اللي كنت كنصح لكم به باش تشربوه، ولكن هذه المره ما دار لي اختي والو من ابنا بدلوه. وديال العيات ماشي غلط، راه مكتوبه فيها مخيرس، لحقاش هنايا الفيديو ما كيبينش، كيبين باليسريه يعني كيبين لك الكتابه مقلوبه. هذا ديال العيالات وخاص يعني بالعيالات، ولكن اختي مع ما لقيتش شي واحد اخر اللي ما دايرينش فيه هنايا الهرمونات، شتي؟ لان ديك الدواره وفيها بلوس راه هي الهرمونات. هذا واقيلا اللي غلطت فيه انا، حيت انا قلبت تما حتى عييت من فوق 50 سنه، حيت كيكون مكتوب هنايا زائد 50 راه فوق 50 سنه الفوق، انا مازال ما عنديش 50 سنه، يعني ما شريتش هذاك اللي مصاوب للناس اللي من فوق 50 سنه، شريت من تحت 50 سنه. ولكن هذا وبهذا الكولور هذا اختي ما تشريوش، وديك النار ما لقيتش يعني اللي خاص بالهرمونات، هذا سوقه خاوي ما باقيش نشريه. غادي نشوف شي حاجه اخرى، غادي نزيد نقلب ربما، حيت كل مره كاريفور كيجيبوا حاجه غادي نمشي نشوف ونقلب نشوف ربما يكون بدلو ولا جابوا شي حاجه اخرى، لان كل مره كيجيبوا حاجه جديده. بعدا بهذا الكولور هذا انا ما باقيش اختي نشري، وما باقيش ندخلو لداري، غير غنكمل هذه، لان راه علاش غادي نكملها؟ ماشي من نكملها حيت خصت فيها فلوس، لا، حيت مصاوبين راه مصاوبين كيعطي الطاقه، ومصاوبين اللي راه مزيان العظام، يعني غادي نكملو على حسب غير مزيان العظام. هادشي اللي كان غير نكملو اختي، ما باقيش نشري هاد الماركه هادي. المهم اختي دابا غادي نمشي ندير الحوايج تتصبنو، واخا الجو الشتا دابا الليل. ايوا هادشي اللي كان، انا بديت معكم الفلوق ديالي حتى الاخير ساعه في الليل، يعني حتى العشيه تقرب المغرب، غادي ندير الحوايج اختي تصبنو وغادي نمشي نجبد شي قفاطن عندي وشي حاجه نوجدوها للعيد كنلبسو بها للعيد. واخا اختي الشتا كاينه، الا كانت الشتا راه حنا ما غنخرجوش، ما كاينش اختي الشتاء راه حنا غادي نخرجوا بحال العام اللي فات. المهم خليكم مع الفيديو. صافي اختي يلاه صايت هنايا هاد الرغيفات هادو ودرتهم، ربما يكون غدا العيد باش نفطروا. وهنايا درت شويه ديال الخبز المقله اختي يلاه ساليته، الصباح وانا شاده دايره جوج مقالي يلاه كملت.
ايوا المهم بحال روينا بحال جميع الديور. حد ديك الساعه كنت صيفطت ولدي هنايا باش يجيب لي واحد 3 الكاميرات. ايوا المهم اختي هنايا راه تصبين واحد العرام ديال التصبين انا غادي نصبنو دابا واخا الشتا ما نقولكمش. وهنايا اختي هذا هو فطورنا اليوم، هذا هو حيوتي فطورنا اليوم. درت غير واحد الطويجين هكا خفه نزربن، ها انت خضرتو اختي غير بشويه ديال اللوبيا والزيتون هنا وشويه ديال الزبيب وبطيطه وشي لحيمات. الله يجعل البركه اختي، هذا هو الفطور اخر نهار في رمضان هو هذا. بارك اختي غير هذا سميتو. وهنا كانت عندي شي شويه ديال اللوبيا، شويه ديال العدس بالفول وشويه ديال الحلبه، لان كنت عيانه هاد الايامات هادي ضروري اختي من شويه ديال الحلبه. ايوا المهم اختي غادي نمشي نشارك معاك الاجواء وتشوفي كي دايره. ايوا اختي الشتا هنايا ها انت كتشوفيها، شوفي اختي الشتا والجو ما بغاش اختي صفان لنا. شوفي 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 كل مره نصور لكم هذا الديكور هذا. ها انت اختي الناس مصيفه وحنايا اختي الشتاوي 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 ما نعاودلكمش اختي الشتا الشتا الشتا. واحد الفقصه واحد الفقصه عرفتي غير خليها على الله وصافي. والمهم الزين هذا هو صوبي صامت اللي كنشري انا دائما ديال الحوايج اللي كنشارك معاكم اللي كندير في داك سميتو هذا عرفتي الطاكو ديال الدراري الصغار عرفتي ريحته فنه فنه بحال الريحه ديال دوك الريحه ديال الدراري الصغار عرفتي ريحته فنه طالكو ها هو فن 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 ريحته بحال داك البرودويت اللي كيغسلوا للدراري الصغار بحال هكاك واعر داك ديال بيبي بحر خلاقو داكشي عرفتي ريحته فن كنحماق عليها انا كتعجبني. وكاينه وحده زرقاء عرفتي كتحسي بالانتعاش يا اختي وريحه النقاء والله العظيم ريحه النقاء كتعطي بهادي. وكاينه وحده زرقاء حتى هي راه كتكون معاها دائما حتى هي ريحتها واعره بريحه البحر عرفتي داكشي واعر خطير ولكن الاكثريه كتعجبني هذه. المهم اختي هذا هو الصابون اللي كنستعمل اللي فيه مصاوب الالوبيرا حتى هو كيعطي الريحه زوينه وكيصبن. انا كندير اللي كيدو علاش ما كيبقاش اختي غبره بحال الحوايج الدركوات هكذا كحلين ولا شي حاجه كحله. هذاك اللي الصابون غبره ملي كيتعصروا وكتمشي تنشريهم كينشفوا اختي وكيبقى كتبقى بحال الطحين دردر عليهم كينشف داك الصابون وكيبقى بحال الطحين اللي دردر بحال القشره بحال. كنفضل نستعمل هذا اختي اللي كيدو. شنو كيفاش كندير واحد الطريقه انا كنديرها وما نعرف كل واحد اش كل واحد اش كيدير. المهم انا هذه انا كتعجبني وكتجيني اقتصاديه. بما ان اختي هذا اللي كيدو هذا الصابون هذا اختي كيجي خاتر بزاف وكيبقى يطلق ليا الرهوه بزاف سميتو في اللادوره. اشنو كندير انا غضحكوا عليا ولكن هادشي اختي اللي عطى الله انا كل واحد طريقته. المهم انا كان هذا عندي ديجا كيخوى وهذا شلتو جديد. اش كندير كنقسمهم في النص بجوج راهم نفس الماركه. كنقسم حتى هذا الوبيرا وحتى هذا راه ديال الالوبيرا. كنقسم هاد البيدو هذا كنقسمو هنايا في النص كنجيبهم متساويين وكنشد هاد القرعه ديال الطالكو وكنفرقهم بجوج كيعطيوني جوج ديال الصابون ديال الحوايج. منهم فيهم تصبينه منهم فيهم الريحه زوينه منهم كلشي. يا اختي هادشي اللي كاين ما تضحكوش عليا انا هذه الفكره جاتني وجاتني ساهله واقتصاديه والله اعلم كل واحد وكيفاش. المهم اختي غادي دابا ندير الحوايج تصبنوا واخا اختي هاد الشتا كاينه حنا عندنا ما بغاتش توقف. المهم الله يعطيها النقد نفع.